صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 64 لسنه 2023 بتعيين مدراء في الامانه العامه لمجلس التعليم العالي وذلك بناء على عرض وزير التربيه والتعليم جاء فيه يعين في الامانه العامه لمجلس التعليم العالي كل من الدكتوره زينب علي حبيب الطوق مديرا لاداره البحوث والسياسات الدكتورة جيهان علي أحمد المناعي مديراً لإدارة الخدمات الأكاديمية، الدكتور حسين محسن حميد العريض مديراً لإدارة الاعتمادية والتراخيص